يا الله جمعة مباركة عليكم، عيدكم سعيد، كل عام وانتم بخير. هسه السوق النهضة، أثاث، غراض، زحافيس، أنتيكات، كل شيء وكلاشي. دجاج شو سعره؟ 7 وهاي مال في هاي ب 12 هاي ب 12000 شو حلو هاي؟ وهاي هاي احلى 7 هاي انتيكات شغلات حلوه غريبه ما موجوده بالسوق تلقوها هذا هون خشب جمعة مباركة عليكم اخوان اهم شيء لايكات السلام عليكم شو اسعاري؟ هاي واي وصلوني على مسجلات اسعار هذن هنا موجودات راديو ما موجود صاحبي ماكو هاي بالنهضة سوق النهضة بغداد يم قراج النهضة هاي خلاطات الله يسعدك. شو سعر الباسكيل؟ هذا ب 35 ولادي وهذا الاخ صغير بيس هذا ب 25 صباح النور اهلا وسهلا هذا اللي على الكهرباء؟ بيشرب 20000 هذا هذا ايش هاي؟ شنو هاي؟ جد الكهربائي
5000 بلاش ب 20000 وايد بمجر بمجر وايد بمجر قلهم لايك متابعين اهلا وسهلا يا حبيبي 5000 دينار ماكينه ب 5000 بلاش ماكينه على الفحص ب 5000 ماكينه ب 5000 دينار ماكينه صبر 5000 ماكينه على الفحص 5000 لا هذا جيني ذاك اليوم صورته يا جيري جيري ها ما جيري يا جيري اي طلع قبل اول فتحه تلاقي في صباح شو اسمه الجريز اول فتحه عجاي شو سعر هذا البنك؟ انديات شنو هذا؟ هاي الوحدة على 5000 بنكات باعوا على 5000 مستعمل على 5000 واحد مخلي اوفن فرن كهربائي اوفن يقول يصورونك احنا كش ما مستفادين اكو ناس قطيعي على لهيته المفروض هو يعطيني فلوس اسوي له اعلان يريد انا اعطيه فلوس الناس ما تعرف هاي على شقد 40 هاي ب 40 الف 80 لا بس غير بس غير الله يسعدك 30 هاي 5000 هاي على 5000 القطعة عم 5000 قطعة اكينا مال خيار اوتي 5000 اوتي ب 5000 اي قطعة ب 5000 اكينا مال خيار اوتي ب 5000 هاي بيش السعر 45 هاي لا لا اي صحيح ما طلع محول عمي انا تابعك عن هل تابعك ما تروح تبع علينا اي صحيح صحيح بس اخر في نارو على راسي الله يسلمك انا احد متابعيني احد متابعيني نورت اليوم مو حصورت ملابس عود جاي اسوي له دعايه على 5000 كان يقول لي عودته كبير عودي ذبل حشايه يعني عباله يعني ناس فقره والله عالم فقره يعني بابا دا اسوي له دعايه انا اقول للناس تشتري منك اكو ناس ماخذ الانترنت بس ضحك وشقه ولعب انترنت بي فايده بي شغلات لا تروح على الشغلات المو زينه على المحتوى الهابط طب على محتوى مفيد يفيدك ابيعه استفاد منه تونس فاكو ناس متعوده على هاي السالفه في عبالهم اشوف هاي هاي على سكيت هاي بي اس 25 هاي هسه هاي شنو هندية ها بابل بابل هاي هاي ايش سعرها 300 300 كم كي بي 5 كي بي هاي 300 شغالة بعوض
اكو ناس تتكلم ما تعرف يعني. مرات الناس تسمعني حكي مو زين، بس انا اقول لازم اصبر، لازم واحد يتحمل يصبر على ما الناس تتعود. السلام عليكم. ها ايش سعر الطاوله؟ هاي حبيبي 15 ب 15 وبيها مجال. هاي كبيره طبعا. مرة سوق المحابس واحد هم خلي هيك بسطية صغيرة هيك علبة ويا محابس، قال عاد اكو بيها فائدة نستفاد يعني تعطينا فلوس. انت شلون اعطيك فلوس غير انت تعطيني المفروض؟ قال ليش؟ قلت له غير اسوي دعاية العالم تجيك تستفاد، ولو مشغل مخه. اكو ناس تفهم على السريع، يخلي رقمه، هذا رقمي، هذا كذا، تعال تفضل، هذا هالحاجه هيك، هاي الحاجه هيك، احنا وسهلا باخواننا يعني هيك يحكي ماكو، هذا يستفاد، يخلي رقمه يستفاد. اكو ناس ما تعرف على لايته، لايكات شباب شو سكتوا. هاي البنكات قد سعرها؟ هذا هني على 10,000 بنكات. لايكات مشاركة خلي الناس تستفاد، هاي جروبات حلوة مال بيع وشراء وهاي الشغلات، حتى مال سيارات، خلي الناس يعني حتى تعرف. الناس وايد ما تدري وين هذا السوق، اي واحد يسأل وين هذا السوق جاوبوه بالتعليقات يعني سووا له رد. شكرا هبة نورتي. طبعا هبة عبد الله متابعة عدي قديمة. مكيف هسه اشوف لك مكيف هسه. السلام عليكم. هاي ايش سعر هاي؟ ب 50 بعد سعر، بس ما يصير منها جي هيك صفر. هاي ال جي شغال؟ شوف الانتيكات جد حلوة. وين ناس قالوا اسبوعين وصلون علينا لقم وشغلات اسبوعنا ادوات مال بناء. صباح النور يا حسين. دلات دلال هسه اشوف لك دلال. تنزيلات شحافه من جانب الدين، شحافه من جانب الدين، شحافه من جانب الدين، شحافه من جانب الدين. دلات اقل شيء 75 ريال. هاي السلام عليكم. هاي شلون سعرها؟ هاي 25. 25 هاي وحده اثنين ثلاثه اربعه، وهاي هم 25. هاي ما صلاه؟ ما صلاه 35. الرحلات 35.
مالك ويدك عيون يريدنا حاجي حاج العدل هو انا قاعد احكي لك حاج العدل. شكرا لك انس. صباح النور. السلام عليكم. اليوم اللي غاد السلام عليكم. هاي شلون سعرك؟ 350 بمجال. هذا 350 وبمجال. حلو والله. هاي 3 قنفات، 2 كبار وحدة صغيرة. 10 مقاعد يعني. ابو جوازات هسه اشوفك جوازات. ها ما تريدني اركض؟ والله جاي امشي عليك. والله جاي امشي، حتى الناس ضاجت من عندي وراي يقولوا ايش فيك؟ قلت لهم والله جاي اصور. بس هي تبين يعني دام امشي حيل، بس جاي امشي عليك. ذكرتني بابن خالتي وولد خالتي طيب من يمشون وياي يقولوا شو طاير عليك كيف؟ صحيح انا امشي حيل سريع. انسى انسى والله. السلام عليكم. شلون غاد؟ شلون صار؟ شلونك؟ شو عندك غرض؟ هذا سيتين التركي طباخ جديد لوك. ايه هاي العارضه بلاديه. ها شلون؟ هاي 3 قطع؟ هاي 3 قطع 325. 325 تركي هذا. استعمل نظيف. هذا بيش الطبخ؟ هذا 240 لوك يعني مشتغل ايام ايام الطبخ. يقول مشتغل قليل 240 سعره نظيف بين. اي صورت سوق الغزل. هسه اوديكم على الملابس خشوف. هذا ما تجرش قد سعره؟ هذا عاطل بيش على عاطل 50,000. هذا على عاطل ما لغت حبيبي صافلات خليك. مين هسه سوديكم اليوم على الميوزي حبيبي؟ بس خلينا نمشي قبل على الشارع هذا نشوف القلاقيل وهالشغلات الغراض النواعم يعني ما شاء الله تجيبون حلوه هنا. شغلات يعني ما تتحصل مال بيوت يعني ناس ضامنين. شغلات قديمه زين بحال بنكه جد قديمه. ها شو اسعار البنكات؟ على 35. هاي اول الاوليه هاي على سجاد المزارية. هناك 150 والله حلوة. هاي مفطورة شغلات قديمة. انت ذا تركز من تجي ركز يجي
لا تظل تستعجل عيونك تروح منا ومنا، ركز قطعة قطعة الان تحصل لك شيء زين. هيك هو يقول لك تعال خذني، حاجة هي تقول لك تعال خذني، وإذا عرفتها تظل تطنطن بعقلك الطريق كله، ليش ما أخذتني ليش ما أخذتني، ترجع تاخذها. اي والله هاي مجربية، ظلت تندم إذا ما تاخذها، ظل تفكر بيه. تسجل لك سارة هذا على 45 غداني بالجنطة هذا الأصفر، هذا 45 كسارة بيش 90 90 هذا كسارة. الشراء هاي مال هسه أشوف لك أبو جوزات بث مباشرة نشرنا الله عليك. ها يسولف وياهم يوم تعال اشتروا من عندي، والله خلي يجون العالم تجي. شو اسمك انت ابو مو؟ ها ليك يا هلا وسهلا، جيب هو مخادم لك وهاي الغراض الزينه ادرس 80 ب 40000. ها عشت ايدك عشت ايدك، هذا الاسود ب 25000. تعال تعال ويا شي عاد لو وحده هيك ويا هذا ويا هاي هاي انا ما يرد اصوره بس هو مش راح يصور. ليش ما يرد اصوره؟ ليش ما يرد اصوره؟ يستحون يخزون. لا عاد هنا تعالي والله انا على باب الله اسف. شوف العروض المباشر شوف كنا بي بي سي سعره 50 بيع ب 20. عاشت ايدك سالم بس اليوم كنت مع الدكتور. ان شاء الله ان شاء الله. خبطه خبطه سبالت هسه شوف هسه بالرجعه وديكم على السبالت. يلا خلينا نرجع وديكم على السبالت والاثاث وهالشغلات. خوش يلا يعني كلها تري سبايز مباردات ما ادري شنو. اما اكو باسكلات درجه اولى، بس درجه اولى تلقيها بالصدري بس هي تحصل شغلات بسيطه هنا يعني بس بالصدفه تلقى لك باسكل شيء، بس اكثر باسكلات بالصدري نوع لاز يعني. ريحتي الكباب والله شلون طيبة ريحة تكة. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بويه. هناك اشتميت الريحة ويلي متابع لك خالي. الله يخليك خالي. كباب تكة علاج قلب شلاوي حلاولة بيض غنم ايش موجود. الله يرزقك. الله يرزقك. الله يخليك. عندنا بالعراق اهم شيء الكباب والتكه اكلتنا المفضله، ولا تحط عليها بهار ولا طبيت مره بتركيا
باسطنبول عودتك هيك جاي ناكل كلها بهارات حاره وانواع البهارات بحيث طعم اللحم ماكو يعني تاكل بهارات بعد علي مش اسوي باللحم قلت لهم جيبوا لي بهارات خل اغمس صمون وبهارات احنا عندنا لا حط شوي عليها ملح وهاي زين يضرب عليها الفحم اللحم يمص الفحم ريحه الفحم يطلع موت مو طبيعي لان لحمنا لحم العراقي الغنم طيب يعني طيب زين ما يحتاج بهارات وانتو جربتوا صح لو غلط عمي هسه اشوف لك سبلك هسه هو طاب لكم جوا انا هسه على الشغلات الغراض السوالف والسوالف السلام عليكم دلات والله يمكن اليوم قليل هسه بنرجع بلكي اذا اشوف اسوي لك يا فيديو وحده ما دلات وهاي الشغلات انزل لكم اياها اليوم هنا الاسعار فيديو خاص لكم بس للدلات يعني بالبيت ما اقدر اظل ادور لان الناس كلها تدوخ السلام عليكم شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ الله يخليك الله يسلمك ها شلون سعر هذا مال؟ هذا 175 هذا مال ركض مال جري هاي الشغلات بهاي الشكل هذا عاشيلك عاشيلك جبالك جبالك شجاع جبال على 225 10 225 اي شنو نوعية هذا الفوق؟ والجوهم؟ طباخ 150 طباخ 150 فريش مصري نظيف والله هذا مصري 150 هذا مصري 150 عاشتيه واحدة بس الله حجي الله يساعدك شلونك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ هلا بهالقرفة الحلوة الله يخليك قحطان ويا قحطان اخوي اخوي الخوش يسار هاي آه سبلة البيش؟ الشغل من 300 الى 25 300 الى 25 اقل نوعية اوكسام اسلمها هاي باعوا على الشغل هاي النوعية ما تباعوا طن هذا؟ طن يابا طن 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 واحد ليمونة بورية كاملة شو السعر هذا؟ 300 الى 25 ريال عشر هذا المكيف؟ هذا المكيف 225 ريال 225 نال حجي هاي غراضة باعوها شو تريدون موجودة عندها ماطورات مال المبردة هذا على ايش قد الماطور؟ الماطور على 50 نحاس الاصلي نحاس الاصلي على 50000 هذا هذا المكتب هذا المكتب 250 250 كبير هذا تقريبا مترتين مو؟ مترتين ايه ابوي مجال الله يرزقك الله يديك مع السلامه هل سرتاح الحلو شو رايك؟ نا كاونترات ابو شمس هذا رقمه كاونترات ابو شمس وعو هذا رقمه الله يسعدنا اليوم عيني شنو اجل باع النظافة والغسيل والترتيب شلونك شلون صحتك شلونك زين الله يخليك ها شنو هاي هذا 2.5 هذا مترتين ونص بيش هذا 750 ألف 750 ألف كمل برا ما طلع لي صيابسه هذين الالوان بيش قلت؟ 750 الف ما بعمل تعجبهم تتبدل 750 الف
مع الالوان كثير حلوه هذا الالوان. هسه اوديكم بعد هسه صبروا. هذا شنو؟ هذا شنو تقريبا؟ متر و20 متر و20 هذا 225 250 هذا قطعتين مرمى. هذا بيش؟ هذا 325 ابو سله. 325 ابو سله. صوت المولد يدور. هذا مكتب تاكل. ها؟ ايش هذا؟ 150 ترى اليوم ما مر وهذا. ادري جيت. اجيت على الله يعطيه العافيه. الله يخليك الله يسلمك. ما فيها غير العافيه. ان شاء الله يعطون بالصحه والسلامة. انا تعبان. ان شاء الله خير. ان شاء الله. ما طالع عني. خلص. يقول الكتاب يعني يدعونا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه غير عاقبه. الله يسلمك. نسالكم بس الدعاء. الله يسلمك. سلمين على ابو شين. الله يسلمك. توصيل بصره ما ادري والله. اتصل عليهم. الله يساعدهم. شلون شلون صار شلون والله اتصلوا عليهم. رقمهم اذا ما شفتي بالبيت ما شفتوه موجود بالصفحه وهي ناشر ابو شمس. الرقم بالشاشه بالفيديو موجودات الارقام مالتهم. هنا علي حميد اثاث. علي حميد عنده اغراض حلوه. كراسي مال حلاقه. هذا كرسي مال حلاقه زين. عنده هواي شغلات حلوه. اشكال الوان رفوف لوكرات ميوزه كراسي مال مكاتب. اشوف هسه. السلام عليكم. هذا طين ونص. عاطي. عندك واحد زين؟ هاي الكمبيره بيش؟ 50,000 هاي صغيره الكمبيره. اخوش نوعي حلوه صغيره. وحاله ربسيه شين ما يسمونه. هذا ميز مطعم. شلون؟ شلون صار؟ الله يسلمك. ما شاء الله جديد هذا كله. هاي بيش هذا اربع كراسي؟ ها شو سعرك؟ 250 جديد. هاي اي جديد هذا كله جديد. علي حميد عندي مقاطع فيديو له برقمه. اتصلوا عليه بالصفحه بالوان. اي اتصلوا عليه عندي بالهاي. ليش اقول لكم انا دائما اسوي متابعه؟ طبوا على الصفحة بعدين وشوفوا رقمه واتصلوا عليه اذا تريدون حاجة. ثلاجة عدة طباخات كراسي واعدة. ابو هذا ليش كراسي؟ السلام عليكم. شكرا لك ابو مصطفى. شازو شازو رخيم. هاي هاي شوفين طبخات الله جدا. هاي على ايش قد؟ على 100. هاي على 100,000. عندنا هاي ثلاجة نظيفة. هاي نظيفة بيش هاي؟ 250 225 نهايتها 225 هاي مقصرة. ايه وياها مال التعليق. ايه مال بيت. هاي شوف هاي هي هذيش وياها وياها مراية. مراية 125. هاي كراسي بيش؟ على 20. على 20 يعني كلام بالضبط. ما جبت يا 8,000. بث مباشر.
لا لا ما اشمر لا ما اقدر والله بث يلا يلا بعدين ورا العيد ان شاء الله نلتقي. طيب كل ما اجي متعود اشرب قهوه يمه كلش فوش ولد حبابه يا علاوي ولد فوش ولد والله هنا طيبين. تخم هسه شوف الابتسامه ان شاء الله اكو تمسون واهز بث اذا ساعدوا لي البث حتى اقوم امشي ترى تعب تعبت ثاني وهي صار يمشي نسوق الغزيل هنا ساعدوا لي البث سووا مشاركه للجروبات مال بيع وشراء سيارات بيع وشراء على الاثاث هاي الشغلات كلها سووا لها اعجاب حتى جروبات حتى سووا لها مشاركه حتى يسعد البث يصير لنا واهز نمشي هاي هاي ميوز ابو مكتبيه هاي ولد اسمه كرار هم عندي له مقطع فيديو تلقوه بالصفحه مالتي كرار عنده واش الله حلو هسه اشوفك هسه اشوف وجهكم هسه دلو دلو غراب مطاعم هسه شوف عباس اليوم ماكو شوف خالد ها خالد ولد تعبان عبالي ما موجود شلونك خالد شلونك شلونك شلون صحتك شلونك الله يخليك شلونك الله يخليك هاي شلون سعر شلون سعر هذا؟ طلال هذا مصري ايه هذا خشبه كله سعر ايه السوق ماله مو فرجه ورق ايه واحد وربع بيجي 10 مقاعد واحد وربع بيجي ما شاء الله 2400 هذا جوزي بيش هذا كوين تركي صار قرار ايه هذا 450 450 تركي باكلان تركي هذا بيش هذا 350 صار قرار 350 كل مقاعد هاي شلون سعره؟ هذا 275 قنفتين وكرسيين تركيا بالسرير هذا ديوان طلال هذا الديوان 14 نفر 250 هذا 250 14 نفر كبير هذا 14 ليش هذا؟ هذا شغل تفصيل مو سوق استاذ طلال ب 400000 400000 هذا تركي 350 هذا اللي مراجيح بيش؟ هذا على 100 استاذ طلال على 100 هذا يسموه مثل العصفوره ما يسموه حمل وزن 160 هذا بيش قلت لكم؟ هذا 350 350 ركب الاحمر التاج بيش هذا؟ هذا 450 450
250. شازونة عندك؟ شازونة لا ما عندك. هسه اشوف لك بالطريق. هاي الميص طعام بيش؟ طلع هذا الميص طعام 106 راس. الله محييك صباح. اي نظافته 100%. الكبة كلها زهر. سبع كراسي؟ لا ست. ستة. بيش هذا؟ ثلاث مية. وبي مجال. هذا النص. نص طقم هذا بيش؟ هذا جديد ماله بربع. هذا عرضه 160,000 بي مجال. 160,000 وبي مجال هذا. وزينة حديد. هذين الطابلات على 35 اي شيء شلع. وهاي؟ اي شيء 35. 35. متداخل عدي وعده حد. هاي هذا النص 100,000 هذا النص. نص تخم 100,000 هاي. يقول الزهورة تقول موجود توصيل بصرة؟ لا بس داخل بغداد. بس داخل بغداد. هذا 3,110. 3,110. هذا تركي صار طلال الباع 450. هذا تركي بالا. تركي بالا ب 450. استاذ طلال هذا لون مال سياره هذا موديل تركي يجيب لون القنفه يعني مطعم. اي صحيح نفس النوع. داخل تخمر عند استاذ طلال هذا تركي بالا 10 مقاعد 350 في مجال. 350 في مجال. عدة توصيل مدينة الصدر هي عدة. داخل بغداد جميع داخل بغداد. عدة. داخل بغداد موجود عدة توصيل. ورقمه موجود تلقونه بالصفحة مالتي خالد الدراجي. اسمه خالد الدراجي. راسلونا على الواتساب بعد احسن. اي تلقون رقمه بالفيديو تراسلوه على الواتساب تدللون. يلا شوفك بخير. مع السلامة. ما انا احسن. ما نايم للبحر. والله ما نايم البارحة وانتي قوة امشي فر السوق الغزل هلو نا صباح القريزي اهلا استاذ طلال شلونك ستاندر السوق رحم الله قلت تعال شوف هاي استاذ طلال ما شاء الله فيستا لايف شوف هاي الكتليت هاي فيستا خبر ها شلون سعرها؟ هاي 250 250 اي والتخامة هاي الكناتير بيش؟ على 75 على 75 هذا مالي سعر جديد؟ جدد 10 جدد 10 اي مالي هذا ب 300 تخوم ب 300 هذا ب 300 300 هذاك راسي ب 750 شوفه يخبر نشوف هذاك حلو مصر دمياط هاي البيبان خشب بيش؟ ما عندي بيبان خشب على 50 استاذ خلاص على 50 يريدون الناس تعال شوف دني استاذ يريدون سبالت ومبردات لا دنيك سبالت ومبردات هذا 100 استاذ صورتين بيش هذا؟ هذا 105 كراس وياه ايه هذا ب 200 نهايته 200 200 حلو مختلف ايه استاذ عندك هاي عارضه مال الكباب استاذ طلال ها عارضه مال الكباب في المطاعم اهل المواكب هاي 150,000 150,000 فيها جامعه كامله هذا الكرتون خالد داخل خالد ايه هذا 140 140 ايه تعال عندي هاي القاصه بيش صباح هاي القاصه بي صباح صاعد قاصة بيش هاي؟ قاصة ب 500 هي والبيه؟ هي والبيه هي والبيه بعد 500 اروح انا بيع رسمي الطين على بون مو على العلاج بيع رسمي واضح اذا كان واحد ابيعه ايه هاي في اللاجات تقريبا في اللاجات استاذ طلال هذن على 150 صغار السنه كله اه 110 بارك هذا النهم على 150 هاي عرضات مال المقبلات ب 350 300 اي مو للبيع
هاي المكيفات سباليت مبردات توست هذا ايه هذا ب 300 بلادي حلو قصة شركة الجوال سامسونج وهذا النسيم قديم ايه كل على الشغل هذا ان الجو على 200 هذا ب 300 زين وهاي المبردات بيش المبردات على 90 على المكاتب مختلفه هاي ساعه طلاق هذا مكتب رئاسي هو والكرسي مالي ايه هذا ب 400 ب 400 جديد لوك استاذ طلال ما مشتغل هذا وياه صغير هذا باعوه وياه الملحق ملحق هذا الكرسي ماله ايطالي حلواتي خبز بيش على 400 وبي مجال يعني بي مجال يعني ثلاث قطع هذا يعتبر ثلاث قطع اي هذا كله نفس الشيء ها صورك هذا اني على ربع ها هذا اني على ربع هذا اني على ربع جيبك عليه متابعين ايه هذا سبالت على 150 هذاني على 150 بس اتاكد هاي كذا ذاك يوم صورت سبالة على 150 سبالت 150 على 150 سبلت لا لا ولا سبلت هذا بطين 140 عمي 140 الناس 125 هم 125 بقرات اثنين الحافظ ودنقة حافظ ودنقة اثنين بقرنا هاي مباردات على 90 مباردة موصلة 225 والله هذين على 90 مو؟ ايه حديد؟ وبين المجال والصغيرة؟ الصغيرة 75 75 هذينها على 85 على 80 ابيع يلا غسالات الغسالات على 75 صار طلاق على 75 ايه براد مال مي براد مال مي على 60 الله على 60 ايه هذا واحد وهذا واحد ايه هذا سنك مال مطاعم مال مطاعم مال مطاعم ايه هذا ب 200 ب 200 هذا ايه لا والله ما اعرف استاذ شوف البسطيس ها البيبان الخشب على 50 استاذ طلال 45 هم مبيع على 40 هم مبيع الدوشك الدوشك على 60 ماكو شيء ما راح اسأله كلها اعرف اسئلتكم كلها ادربيه ايه تعيد الناس ها مال الجري مال جاوب 50 50 هذا بس الماتور مال البطن وهاي الباقي ذاك جري ميكانيكي زين بعد شو تريدون عارضة مال مقبلات شوفن يشتغلن مال مقبلات هاي العارضة يشتغلن اذا نيجي بيش على شقد؟ وين؟ هذا نيتش العربات مال مقبلات على 350 على 350 كل على الشغل هاي الثلاجات على 75 هذا يباعون اخر اشوفهم وياه طبعا صباح موجود رقمه همين عندي فيديو الى صباح القريزي فيديو رقمه بيه بالفيديو ها عيني بعد عندك هاي مباراه صغيره بيش هاي مصة 225 نهايتها 225 عشغل دنقا 225 هاي طابقين 85 جزام عندك؟ ايدي وينه؟ الوردية الوردية بيش؟ 25 25 البحثون يذبح بهاي الجزام هاي 25 هاي هنا جواريب ما شاء الله هاي 25000 طباخات شلون اسعارين هسه مبردات هاي المبردات هنا على 90000 وذني على 75 حديد استعملات كلهم بقى طلال ها عيني هاي كشمر بيه الولد لا بالقران احسن واحد يقول هاي تتحمل منه سياره اجي اخذ واروح الله سوك لا غرامه متابعين هاي نعم متابعين يعني يريد حاجه نظيفه مضبوطه يجي بالصباح رحم الله عليك مشكور يا طيب هو يستاهل وما يوقف على حاجه حتى ببلاش مرات يسطا الله رحم الله عليك زين 100 شغلات هاي هاي طبعا صباح القريزي غني عن التعريف تجون هنا بخرد يدلون اغراض عده اشكال الوان شو تريدون موجود طباخات هاي طباخات
قبل شوي قلنا اسعاري والله نسيت ما رجيت. طبخات موجودة ايش تريدون موجود. واضح عنده اغراض هواية اشكال زعابيل قلاقيل وعلى الكونفيرات اشكال الوان كراسي خشب يمكن هذا نيشي خشب صباح صباح جديد تعال تعال شرايين تعال طلع فلوس ليه؟ 100 يا ابو 100 هنا طبعا ايش قد رقمك الصباح 0770 88 516005 صباح القريزي ابو خالد الدوادي استندوسو خالص تاع طلاب اكد لي على المعلومه هاي الخشب بيش كراسي هذا على 35 هذا الاثريات مالها لنا قديم شغل الثمانينات ها الواحد على 35 اثنيناتهم ب 60 ما يخالف الجزامة ب 25 مو قلت لكم 25 تعالوا منا سوقوا هاي باعوا هاي الجزامة 25 بس دقيقة خلي اشد تكرمون القيطان لازم تدور ما تدور والله ما انسب هدوخ انسب والله العظيم الا تدور زين مرات على الشارع تلقيه دور زين رحت من جوا جسر الا على كيفه ركز وتمشي تخيل نفسك جاي تتونس لا تفكر والله حتى لا تضوج يعني ايش يشوف الضوج ركز على كيفك الى ان تلقى لك شيء زين حبيبي غالي واحد مو يريد يشتري احنا خاصه الشباب الهاي بسرعه يزهق مو مثل المره لا انها خلق يا بني سوان انها خلق والله يعني تريد تشتري المره بس هي الوحيده اللي تعرف تشتري احنا ما نعرف نروح للسوق نرجع ما نشتري شيء متعاجز ما نعرف المرة لا ظل تدور على كيف لا تلقى لها حاجة زينة تخمطها تشتريها احنا لا بسرعة يعني نضوج ونكسر نشيل على قلبنا يعني ما نتحمل الرجل ما يتحمل هو تعبان نفسيا مو انه هو يدور هالشغلات فالشغلات هاي النسوان اضبط بالشراء والله ما نايم نبار حياة يا ابي تعبان جرت خل اشوف مغسله جاهزه كل شيء اكو مغاسل رخيصة 30 اكو 25 اكو 50 اكو 125 اكو 10 شو تريدون موجود قلت شو سعره بس واحد يجي يشتري احسن ما مو توصيل يروج تلقى الحاجة مو يزدز لك حاجة انت ما تنعجب بيها يعني واحد يجي بنار رجلة يشتري يشوف يقلب يفتر السوق كله بعدين ما تاخذ ايش قد سعر ال ملتي مايك
اكو ناس تلتهي بالحكي. حبيش طباخ؟ هذا طباخ جديد بعد لوك 75 باعوا؟ ويا ميز. ميز وياه؟ اي هذا شكله ضاع عنيد. ايه ذاك هذا بيش ايه ويا ميز باعوا زي حلو؟ ايه عشيدة حلو. هاي العجانة جديدة هاي؟ جدد هاي العجانة. بيش هاي؟ 125 125 ألف. هاي كم كيلو؟ هاي حجم الكبير يسموها. يسموها حجم الكبير ما أعرف والله كم كيلو. بس هاي إيدي باعوها. هاي إيدي. إيش باعوها؟ هاي إيدي. زين حجمها. هاي المرجوحة بيش؟ 35. 35. عنده هواي باعون بالكارتون. على 35 ألف. هم عندك توصيل شغلات؟ والله رقمان. توصيل ما عندنا. ما عنده. تعالوا انتوا باعنا اول ما تطبون تلقونه. اول ما تطبون علي يمك. هاي الكونفيرا بيش؟ هاي ب 90,000. 90,000 عالشغل. عالشغل 90,000. هاي الحديد؟ هذا الحديد على 80. عالشغل كل عالشغل. على 80 وبيها مجال ان شاء الله. ان شاء الله بيها مجال. اليوم طرفك بيها مجال. الله يعافيك. ابو يوسف هنا كيف؟ ابو يوسف باعوا اول ما تطبون هنا يم الشرطه، اول ما تطبون يم السياره مال الشرطه عيديكم اليمين. الله رزقك. الله يعافيك. خمسة وثمانين. هاي مرجوحه كبيره 85. باعوا اثنيناتهم قاعدين عليه. شوفوا شو حلو. هاي الكونفيره بيش؟ السلام عليكم. على 100. والطباخ 175. وين اللايكات؟ شو ما شوف. دوسوا لايكات يعني. هاي غسالات. اي حاجه 500. اي حاجه 500. هاي اول ما طبوا تلقونها لان غراب هواي. عاملت لك على المكيفات. عيد عيد البث فد شويه عيده وشوفه. عاملت هواي مكيفات سبالت. اللي ما عنده سوق طبعا هواي ناس ما عنده سوق. النهضه يوم الجمعه طبعا هنا بالشارع بس يوم الجمعه. باقي الايام مفتحين بس جو الجسر يعني. صباح القريزي ابو علي ابو شمس خالد عباس كلهم يوم كل الايام فاتحين بس الجمعه يفتحون بالشارع اللي صورتكم يوم قبل شوي. هذا قراج النهضه تجي من جو الجسر طبعا السوق هنا يمي. هاي هنا الساحه. هاي المثلث الجزره حديقه. وهذا السوق باعوا. هذا السوق يوم الجمعه يفتح الحديقه. هاي كلها تفتح يوم الجمعه. ايام الباقيه بس جو الجسر. وين صباح القريزي قبل شويه صورتكم يا هناك. هذا السعر هذا سبلت. بيش هذا سبلت حجي؟ بيش سبلت؟ هذا سبلت بيش؟ ما يلا يقول مو مالي. ايه
يلا عيني ماشي. ف امشي مشاركه متابعه، اللي ما متابعني خلي يتابعني افيده، ان شاء الله تستفادون محتوى حلو بوجودكم بفائده ان شاء الله لكم. زين دائما اشاركه باكر عقبتي تشتري تعرف الاسعار، ان شاء الله طبقكم محلات همين اصور لكم اغراض ملابس، تعرف اسعار الاجهزه طب تعرف القديم، ان شاء الله اصور لكم همين الجديد يعني حتى تعرف من جديد تشتري، حتى لو تشتري جديد همين عندك فكره على القديم زين اللي هو المستعمل. فاتوا هذا يعني هاي الصفحه مالتكم ان شاء الله، اعذرونا على التقصير يعني مرات ما اشوف الشاشه لان شمس تضرب عليها. مغسله ب 25 ب 30 اكو ب 10 اكو ب 50 كل من وسعرها، اكو جديد اكو مستعمل اكو يبيعك اياها هي والخلاط. مقاطع فيديو عندي ابو علي شوفه، مقاطع فيديو طب على الصفحه وشوفه، هواي شغلات زين هواي انا مصور سوق النهضه وسوق الغزل يعني. الصبح طبعا صورت لكم سوق الغزل، اللي ما شافوه يسيلون على سوق الغزل صورته، طبوا على الصفحه وشوفوه البث. ودائما شارك سوي مشاركه خلي غيرك يستفاد، خلي الناس تستفاد يعني. كل ما يصعد البث مالتي كل ما تصعد الصفحه مالتي راح اشتغل لكم اكثر واشوفكم اكثر محلات شغلات، وتعطوني رايكم كتبوا لي بالتعليقات اي شيء تحتاجوه، شنو الشغله تريدوها، شنو الشغله تعرفون سعرها، وين تريدون اروح كتبوا لي بالتعليقات، انا بعدين ارجع البيت اشوف التعليقات كلها وحده وحده. اهم شيء ما متابعني يسوي متابعه، يطب على الصفحه مالتي شخطه يدوس عليها يطب يتابع الصفحه مالتي حتى يوصل الاشعار من انزل محتوى يستفاد من عنده يعني. كل عام وانت بخير ان شاء الله، من العايدين كلكم ان شاء الله ايامكم سعيده، اللي معيد كل عام وانت بخير، واللي بعده صايم رمضان كريم ان شاء الله يعني. فاتمنى لكم الخير والسعاده والتوفيق، الله يحفظكم، عذرونا على التقصير يعني. وانا اريدكم تستفادون من هذا البث مالتي من صفحتي، بها فائده تكون لكم. يلا عيني تعبت هوايه والله، نعسان ما نايم. يلا اشوفكم بخير ان شاء الله، وان شاء الله وقولوا لي وين اوديكم، وين تريدون هاي الفتره هاي الايام العيد اصور لكم، همين اعطوني اراءكم اماكن تريدون اوديكم عليها ان شاء الله. يلا مع السلامه.